نبدأ برسالة السائل محمد فوزي، يقول: ما هي الأعمال التي تجعل المسلم من عباده السابقين المقربين، وهل يمكن أن يوجد أسباب يعملها الإنسان كي يصبح من المقربين إلى الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمقربون هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط، هؤلاء هم المقربون. نعم، السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. نعم.